نقاطك الشهرية 100 نقطة من مشترياتك الخاصة زائد 200 نقطة وأكثر من مشتريات فريقك، يعني لازم يكون عندك في الشهر 300 نقطة أو أكثر. عند ذلك تستحق 25% نسبة أرباحك من مشترياتك الخاصة زائد علاوات مشتريات فريقك. أما رتبة النجم الياقوتي فيجب أن يكون في فريقك 3 نجوم مؤهلين. في هذه الحالة ترتفع نسبة أرباحك إلى 31%، وتمنحك الشركة تليفون نقال أو 230 دولار، بشرط أن تكون نقاط كل نجم منهم 6000 نقطة بي في، وتحصل على علاوة فارق النسب بينك وبين فريقك، ومن هذه اللحظة تبدأ تحصل وباستمرار على علاوة التطوير اللي هي من 5 إلى 15%، كما يلي: 5% من الخط الأول في الجيل الأول من أي مستوى كانوا بفضل نظام الضغط الديناميكي في الشركة يرتفع إلى الجيل الأول، و4% من الخط الثاني في الجيل الأول من أي مستوى كذلك، و3% من الخط الثالث في الجيل الأول في أي مستوى، و2% من الخط الرابع في الجيل الأول من أي مستوى، و1% من الخط الخامس في الجيل الأول كذلك من أي مستوى. فإذا صار في فريقك 4 نجوم في 4 خطوط في الجيل الأول ومن أي مستوى زي ما قلنا، ترتفع نسبة أرباحك إلى 33%. وإذا صار عندك في فريقك 5 نجوم ياقوتيين في 5 خطوط في الجيل الأول من أي مستوى، ترتفع نسبة أرباحك إلى 35%، وتحصل على تذكرة سفر بقيمة 1580 دولار لمرة واحدة فقط، إذا حصل كل واحد منهم على جائزة التليفون المقدرة ب 230 دولار. وإذا صار في فريقك 6 نجوم كذلك في 6 خطوط من الجيل الأول من أي مستوى، ترتفع نسبة أرباحك إلى 37%، وتحصل على الرتبة الماسية، يعني تكون قد وصلت إلى النجم الماسي، وتحصل على كل العلاوات والمنح المذكورة سالفا زائد 2% من أرباح الشركة تقسم على كل الماسيين في العالم حسب جهدك وجهد فريقك. أما علاوة القيادة المقدرة من 5 إلى 15% تحصل عليها عندما يصل أي عضو في فريقك إلى الرتبة الماسية. ومع شركة دي إكس إن يمكنك أن ترتقي في الرتب كما يلي: إذا وصل 2 ماسيين في خطين من الجيل الأول من أي مستوى كانوا بفضل نظام الضغط الديناميكي في الشركة يرتفع إلى الجيل الأول، فترتفع رتبتك إلى ماسي متقدم، وهذا الشيء الفريد الذي تتميز به شركة دي إكس إن عن غيرها من الشركات من شركات التسويق الشبكي الأخرى في العالم كله. وإذا وصل 4 ماسيين في 4 خطوط من الجيل الأول في أي مستوى كانوا، ترتفع رتبتك إلى ماسي ثنائي، وهكذا كما هو موضح في الجدول التالي. ولشرح أكثر تفصيلا يمكنك مشاهدة الفيديو التالي من هذا الرابط على قناتي الخاصة في هذا الرابط. أما خطة التحدي الأكبر، أكثر من 50,000 دولار دخلك في الشهر السادس من تسجيلك مع ديسن، عبارة عن 4 في 6، يعني أن تقوم بتسجيل 4 أشخاص كل شهر ولمدة 6 أشهر. بمعنى المطلوب من كل عضو أن يفتح فمه في اليوم 3 مرات لتناول منتج ديكسن و3 مرات لدعوة الناس. بمعنى أوضح أن تقوم بدعوة 3 أشخاص في اليوم لمدة 7 أيام، هي أيام الأسبوع، يعني 3 أشخاص في 7 أيام يساوي عندك 21 شخص. ولنفترض أن شخص واحد فقط اقتنع بكلامك، اقتنع بمنتجات الشركة وفوائدها، اقتنع بخطة الدخل وسجل برقم عضويتك. طيب وفي الأسبوع الثاني قمت بنفس الأسلوب، دعوت كل يوم 3 أشخاص، بمعنى في الأسبوع كلمت 21 شخص كذلك، واقتنع شخص واحد فقط وسجل برقم عضويتك، بهذا سيسجل معك في الشهر 4 أشخاص، لأن الشهر فيه 4 أسابيع، وقلنا كل أسبوع اقتنع واحد فقط، يعني في الشهر 4 أسابيع يعني 4 أشخاص. طيب هل هناك أسهل
وأيسر من هذا العمل ومن هذا الجهد؟ وحتى تنجح قم بتعليمهم هؤلاء الأربعة اللي سجلوا معك، بتدريبهم ومساعدتهم على تنفيذ هذه الخطة ومتابعة سير تنفيذهم لها وتذليل الصعاب وحل الإشكاليات التي تواجههم، ليسجل كل واحد منهم 4 أشخاص كل شهر. استمر بنفس الأسلوب في الشهر الثاني والثالث والرابع وحتى السادس كمرحلة أولى، حتى تحصل على دخل شهري أكثر من 50,000 دولار، وهذا أكبر تحدي يمكن أن يخوضه الإنسان في حياته المادية كلها مع ديكسن أو مع غيرها. ولشرح أكثر لهذه الخطة وأكثر تفصيلا يمكنك مشاهدة الفيديو التالي على الرابط التالي. في الأخير أرجو أن أكون قد وفقت في شرح ونقل صورة كاملة عن شركة ديكسن ومنتجاتها الصحية، المكملات الغذائية والعوائد الشهرية المتنامية والحوافز والرحلات الدولية السنوية. ماذا تنتظر؟ لم يبقى إلا أنت، لم يبقى إلا أنت. للاستفسار والرد على أسئلتكم يمكنكم التواصل معي عبر تليفون، واتساب، فيسبوك. استودعكم الله على أمل اللقاء في أعلى قمة النجاح، فردوس ربنا جل في علاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.